غادي نقدموا لكم الان الكيك المسلوق الجزء الثاني. الجزء الثاني في السلسله يلقى صراحه نجاح كبير. انا حاولت دابا ندخل عليها كريمه وغتكون بطريقه جديده ان شاء الله. غنحتاجوا الكيك عادي، غنحتاجوا فيه 3 ديال البيضات، غنحتاجوا فيه 150 غرام ديال السكر الناعم يعني سكر ثقيل سكر غلاس، 150 غرام يعني كاس ديال العنبه. غنحتاجوا لواحد الياغورت او الزبادي بالنكهه ديال خوخ، كاين واحد كيتباع بخوخ مالبه، غتلقاو مكتوب فيه خوخ مالبه، كيتوال مع قشور الحامض بواحد الطريقه رائعه. يعني الا لقيتوا هاد ما كاينش يعني استخدموا اي نكهه بغيتوا ماشي اشكاليه، غير يا هاد خوخ مالبه مع القشور الحامض كيعطي واحد المذاق رائع. اللي لقاه راه متوفر هو عند البقاله. غتحتاجوا العلبه وحده كتوزن 110 غرام، غنحتاجوا 200 غرام ديال الدقيق اي فورس، جوج كيسان العنبه معمرين، ولكن من الاحسن يعني وزنوا دائما بالميزان اللي كيتوفر عليه، وقرصه ديال الملح. وغنحتاجوا 75 ملل ديال الزيت النباتيه يعني نصف كاس عنبه ديال الزيت النباتيه، ثلاثه البيضات، نعاود ثلاثه البيضات، 150 غرام ديال السكر الناعم يعني سكر غلاس ماشي السكر الخشن، السكر الناعم، واحد اللي غورت او الزبادي بالنكهه ديال الخوخ مالبه. غنحتاجوا 200 غرام ديال الدقيق، قبصه ديال الملح، القشور ديال الحامض، حاولوا ما تقشروش الابيض، حاولوا تاخذوا غير الجهه الفوقانيه. وغتحتاجوا الزيت النباتيه، اللي ما بغاش يدير الحامض ينسم بالفاني ماشي مشكل. صافي هو الكيك ديالنا صوبناه عادي. غادي تطربوا البيض مع السكر حتى يطلع مزيان، تزيدوا الزيت، كتزيدوا الياغورت حتى هو، والدقيق بشويه بشويه. ها هو الخليط ديال الكيك عندنا واجد. نسيت ما ذكرتش الخميره الكيميائيه، عفوا كيسين من الخميره الكيميائيه يعني 14 غرام، كل واحد كيوزن 7 غرام، غتحتاجوا جوج كيسين من الخميره الكيميائيه. ها هو الكيك عندكم واجد. اشنو غادي ديروا دابا؟ غتاخذوا نصف الكميه فقط وغنطيبوه بنفس الطريقه اللي طهونا الكيكه المسلوقه. انا علاش سميتها مسلوقه؟ لان كناخذوا داك المول كنحطوه كامل كنغطسوه في الماء. انا ما سميتهاش كيكه بالبخار لان هي كتغطس في الماء، ماشي كتحط بحال الحمام مريم او باماغي، لا كنغطسوه في الماء. غتاخذي كاسرونه عاديه ماشي ولا بدأ كوكوت ما والو، غير كاسرونه عاديه ديري فيها شويه ديال الماء، ما يكونش بزاف لان ملي غيبدا يغلي ما بغيناش يطلع فوق الكيك. غديري فيه شويه ديال الماء ويبدا يغلي، كتاخذي نصف كميه ديال هذا الكيك، هذا غديري غير النص ديالو، غتحطيه في القالب، دهنيه عادي بالزبده كما غتصاوبي اي كيكه، دهنيه بالزبده، رشيه بالدقيق، حطي نصف الكميه ديال الكيك داك الخليط غير النص ديالو، وتحطيه في داك الكاسرونه، سدي عليها، ما تسدي لا بالصفاره لا بوالو، غير غطي عليه خليه راه 10 دقائق 15 دقيقه ماكسيموم غادي تلقاي الكيكه طابت، ما تحلي عليها ما والو، غتلقايها طابت، تحلي ديك الساعه دخلي عود خشبي تبان لك نشفات. واخا دابا غندوزو غنحضرو الكريمه، غناخذو الكريمه غنحضرو فيها 250 ملل ديال الحليب يعني 4 لتر ديال الحليب، غنحتاجو فيها واحد الفلون بالكراميل يعني فلون بنكهه ديال الكراميل راه متوفر في الاسواق، غنحتاجو فيها 40 غرام ديال النشا يعني جوج معالق كبار ديال النشا عامرين يعني معلقه كتوزن تقريبا 15 يعني عمروها مزيان باش تجيكم 40 غرام، غنحتاجو 3 معالق كبار ديال السكر اقل او اكثر على حسب الرغبه، وغنحتاجو لواحد الياغورت كريمي عرفتو هذاك اللي تيكون صفر بالفانيليا مذاق الفانيليا، الا ما كانش تخدموا بمذاق الكراميل غيجيكم مذاق كراميل. كتبقى هاد المسائل كلها اختياريه يعني اختاروا اي نكهه بغيتوا فهاد لا في الفلون لا في الياغورت، يعني نتوما ديروا التوازن اللي بغيتوا. واخا اللي ما كيلقاش الياغورت ولا هذا يقدر يستخدم الشوكولاط، يعني تاخذوا واحد 80 غرام 90 غرام ديال الشوكولاط وتضيفوا ليها واحد معلقه ديال الزبده حتى هي كتقدروا تعوضوا. اللي ما لقاش استغنى نهائيا على الياغورت، هو كيعطي واحد المذاق وواحد القوام كريمي لهاد الكريمه هذه. واخا احنا خدينا دابا الحليب، زدنا ليه الكراميل، زدنا النشا، زدنا السكر، ونخلطوا مزيان، الحليب يكون بارد، نخلطوا مزيان هاد العناصر ونحطوها فوق النار، النار تكون مهيله، نحركوا مزيان حتى كيلقاوها عقاد بحال كنصوبوا كريم باتيسير. ها هو عقاد لينا، كنحطوه على جنب، كنضيفوا ليه هذاك الياغورت الكريمي الصفر اللي قلنا بمذاق الفانيليا. لقيتو ديال الكراميل ديرو ديال الكراميل ماشي مشكل. صافي كتشدوا هاد الخليط هذا كتكبوه فوق داك الخليط ديال الكيك اللي طيبته،
اللي طاب في الاول. كاين هنا جوج طرق تقدروا ديروا هذه الكريمه هي التحتانيه عاد ديروا الكاكي طيب، وتقدروا ديروا لهذا الكيك النص ديالو تحطوا الكريمه دخلوها للثلاجه تبرد. هي دغيا دغيا غادي تشد راسها لان فيها النشا والفلون، دغيا غتشد راسها. اما في المجمد اللي عنده المجمد راه 5 دقائق غتلقاوها شدات راسها، غتخرجوها ديك الساعه الكريمه. اش غديروا؟ هذاك النص اللي بقى لنا ديال الخليط ديال الكيك غتكبوه، هو ما غيبقى عليه والو، واخا فيه الخميره في هذا ما غيبقى عليه حتى شي حاجه، لان حنا كنخدموا بسرعه يعني 5 دقائق هذا كتلقاي المسائل يعني شدات راسها. صافي كتاخذي الخليط ديال الكيك اللي بقى كتكبيه فوق من هذيك الكريمه، ما غيهبط حتى شي حاجه، كيبقى شاد راسه، كتحطيه وكترجعيه يطيب في ديك الكاسرونه اللي كنتي سلقتي فيها الكيك الاولانيه. هنا الافاده ديال هذا الكيك المسلوق كيجي اللون ديالو ابيض لان ما كيتحمرش، ما يكونش في ما كندخلوش الفران كيبقى ابيض، وكيجي ديك الخليط ديال الطبقات بيناتهم كيجي زوين حتى في المنظر. صافي كتحطي ديك الساعه الكيك الكريمه، لان حنا غنطهوها غير في يعني غير في الماء، ما غاديش الفران هذا غنقولوا تحرق ولا شي حاجه، كتبقى مزيانه بالطريقه هذه. صافي كيطيب هذاك الكيك الثاني اللي كيجي من الفوق، تقدروا تكتفيوا بهذا الحد، غادي تجيكم كيك كيك وبيناتهم كريم، وتقدروا تزيدوا واحد الطبقه اخرى ديال الكريم. حنا الاخرى درنا فيها غير بايترو، اللي بغى كريمه اكثر يزيد واحد الكريمه واحده اخرى. انا درت ما بين البندق، واحد المذاق الفلون كيتباع بمذاق ديال البندق او النوازات، كيجي توازن رائع ما بين الكراميل والبندق، كتجي رائعه بزاف. غتحتاجوا فيها 250 ملل ديال الحليب، واحد الفلون بالمذاق ديال البندق او النوازات، وجوج معالق كبار عامرين ديال النشا يعني 40 غرام، وثلاثه معالق كبار ديال السكر، ونفس الشيء داك الياغورت او داك الزبادي الكريمي بنكهه الفانيليا. نفس الكريمه غير انا بدلت الفلون كراميل درت نوازات، باش كيجيو جوج طبقات ديال الكيك وكيجي بيناتهم ديك الطبقه ديال الكريمه. من بعد كتزيدوا ديك الكريمه وتدخلوها للثلاجه تخليوها تشد راسها مزيان، تقلبوها كيجيو ديك الطبقات باينين ديال الكريمه مع الكيك. وهذا الكيك كيجي رطب بزاف، يعني شارس كاع اللي تجربوا كيجي مختلف على الكيك اللي كيطيب في الفران، كيجي شيشو رطب.